أسبوع المدى الثقافي ستقدم الآن مسرحية الوردي وغريمه برعاية أسبوع المدى الثقافي، تأليف وإخراج دكتور عقيل مهدي يوسف، الممثلون دكتور حسين علي هارف علي الوردي، خالد أحمد مصطفى الغريم، الموسيقى دكتور طارق حسون فريد، تنفيذ صالح ياسر، السينوغرافيا دكتور نجم عبد حيدر، مدير المسرح محمد مهدي، الإضاءة أندري اصطيفان، الأزياء محمود جباري، المكياج عفوا ذكرى عبد الصاحب، وتم تسجيل الموسيقى والمؤثرات الصوتية في استوديو حكمة. أتمنى لكم وقتا ممتعا وسعيدا مع هذه المسرحية. شكرا جزيلا. Thank you.
ومن هذا القبر أن تكون شاهدا على احتلالين إنجليزي وأمريكي حتى أمنحك الفرصة لتستقبل لمحاتك الاجتماعية عن العراق المعاصر. ما أبعدك عن النضج؟ انتزعتك من جوف البرميل لأجلسك فوقه، ولا بد أن أعطيك حرية الرد بالكلام. ولما تفعل ذلك؟ حتى أسترد ديني منك. سأخذ كل ما أعطته أمريكا لك، سأسترده منك، سأسلبه منك قطرة 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 قطرة. من تكون؟ وما هذه المزحة العصابية؟ تعال معي، تعال، اهدأ، اهدأ، تنفس بعمق، اهدأ، استرخي، تنفس بعمق. سأعيد لك ترتيب المشهد من جديد. كل حالي زول كل حالي زول كل حالي زول عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف يا ناس مصيبة مصيبتنا نحكي تفضحنا قضيتنا نسكت تقتلنا علتنا بس وين نولي وجهتنا دلينا يا دكتور لا 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 تفعل وطنيين هكذا لا لا تفعل وطنياً لا تفعل وطنياً هكذا أيها الاجتماعي الرقيق باسم هذا الهراء باسم وطنية زائفة زهقت أرواح وخدعت نفوس ساذجة استدرجها أمثالكم وركضت خفافاً إلى حتوفها الغناء للوطن أبشع وطن وأتعس غناء خذها مني يا علي الوردي إنها نباح وطني تخليط عجيب حذاري
داري أن تخبرها عما حصل بيننا الآن، وإلا سأقذف بك إلى مصح الجنون. انظر. سادية ومازوشية. اسكت، قلت لك لا تخبرها فقط. تعا كن على سجيتك معها يا طبيب المجتمع، خذها بين ذراعيك. أيها المزدوج الخطير، أنت قديس في الكاظمية، متهتك في ورشة، اجتماعي منحل، سيكولوجي مخبول. أتريد بندقيتي؟ خذها. ما شأني بها؟ حتى تقترب من سلطتها تتفهم لغتها وتتحسس إلى وضعها. مجنون! 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 جنوني يا عين صوابي! قل لي، ألم ترني قد تغيرت؟ ما الذي تغير فيك؟ ما زلت بندقية لا أكثر ولا أقل. كفى كفى، مللت من اجتماعياتك التافهة، مللت منك واعظا، مللت من أدبك الرفيع. دا ما أفجعني فيك يا ابن الوردي؟ ازدواجيتك التي تنبغ بها الآخرين دمغا. ازدواجيتي؟ ازدواجية الجلاوزة أمثالك؟ نعم ازدواجيتك، تحرض على الثورة. هلو 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 هو. وعندما تجيء الثورة تخونها وتخون زعيمها عبد الكريم قاسم.
حتى تبهت قضيتك بالكامل. أظنك أمي لا تقرأ، لا تفهم تحولات المجتمع. تحولات المجتمع؟ تبريرك هذا لا يغطي جبنك البرجوازي كما تسميه. قل لي لما لا تقف مع المظلومين أمثالي؟ إن كنت مظلوما كما تدعي فإني أراك الآن ظالما منتقما. أم تحسب بندقيتك غصن زيتون؟ ما كنت من زمرة القتلة، ولكنك حسب أهوائك تريد أن تجعلني مذنبا بلا ذنب. أتعرف لماذا؟ أعرف. تربيتك، قيمك، قيمك التي علمتك أن الرجولة لا تتحقق إلا بقتل الآخر وتحطيمه، ذاتك الخاوية المريضة لفاطمة ديست كرامتها هي التي دفعتك للتدمير. لا ألومك، فهذا هو مقياسك للخير والشر. وجدتك يا مريض المبجل لا ترتوي من الأغاني، فقلت أزيد الطنبور نغمة، فترة عزيز علي وترة أخرى عفيف اسكندر. لاتعبتني بالشذوذ. كان رجلاً وكانت امرأً، خدم الوطن كل بطريقته، لم يتحمق مثلك بجنون القوة. قل لي، هل لا تساءلت عن خراب الروح في قوتك الغاشمة العمياء؟ سأسورك بأسلاك شائكة، سأحجرك بكتل الحجارة مثل مرضى الطاعون والجذعان حتى أقي الناس من شرورك. الشر، الشر هو أن تلوذ بالطائفية أو تقبع تحت راية الأيديولوجية أو تحتمي بأرض موعودة حتى يحترق الوطن ويعم الخراب. نحمي أنفسنا من أمثالك. اعذرني، فأنا مثل أي مغدور آخر أعلم ما ستجنيه من مال وسمعة بقتلي. حثالة، حثالة اجتماعية تخطف وتعذب وتقتل لتفجع الأمهات وتجني الآباء، ولكن إلى متى؟ إلى متى؟ ايش اسكت. تمدد الآن، تمدد. أنا أغبطك، ستدخل مع القديسين والأولياء، ستدخل إلى مثواك الأخير.
ستدخل إلى مثواك الأخير، ستدخل إلى مثواك الأخير سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. تبلغ السمك، تبلغ السمك. سأمنحك فسحة صغيرة من الأمل، ها؟ لا لا لا، هكذا، ها؟ فسحة صغيرة، كثرت بإطلاقة من الأمل. آه النوبري، ما ذنبي بحقك؟ ولا تدري؟ ولا تدري ما حجم جريمتك معي؟ ولا تدري؟ ولا تدري؟ أنا لا أعرفك. كيف لا تعرفني وقد أربكت انتظام عظامي في لحدي؟ شعلت حرب شعواء، قلبت الدنيا ضدي. هل أنت ميت؟ أم حي؟ كلاهما، إنما أنا ميت حي يا صديقي الليبرالي الديمقراطي. وكيف تكون حياً؟ وكيف تكون ميتاً؟ آه، دعك من هذا الهراء، دعك من المنطق الآن. لحظة لحظة لحظة، ما أبهاك، ما أبهاك، ما أبهاك وأنت ترتدي هذه السدارة؟ إنها كقبعة شارلي شابلن. تتارا تارا 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 تارا. أيها المهرج الفتان، تمتع، تعال معي، تمتع الآن بالسعادة. انظر بعينيك، انظر الى الصبايا الحسان. فالاجل بات اقرب اليك من حبل الوريد، ولو عفونا عنك ربما ستغمرك اجواء ما بعد الحداثه، او تؤسس جمعيه مدنيه للدفاع عن الكلمه الحره. كفاك، الا يوجعك قلبك؟ تعال معي، تعال معي، امشي. الآن سأريك العجيب من فنوني. الموعظة الحسنة.
يصلح الوعد طبيعتنا البشرية. خذ هذه العصا واجلد بها نفسك. تطهر، ابكي، اضرع إلى السماء، تطهر ثانية وثالثة. ومن يطهرك أنت من الحسد والشهوة والأنانية؟ عانيت من الذل والحرمان والمهانة، وكان نصيبي منها كبيرا، ولكن بفعل الرحمن صارت كلمتنا هي العليا وكلمتكم هي السفلى. كنت مثلك في الذل والحرمان، لكني أرفع لنفسي أن يعلو قدرها بظلم الآخرين وتحطيمهم. الدنيا خلابة مغرية، يفوز فيها الأمراء لأنهم يحموها، وهم يتطلعون إلى الدار الباقية. أما أنتم فتتخبطون بالعبودية في داركم الثانية. تفخر أيها البدائي بالكبرياء والنسب وحب الإمارة؟ أين إذن ورع المؤمن وتقواه وعدالته؟ أنا مؤمن صحيح الإيمان في ظاهرك، لكنك وحشي في باطنك، تحتكر الدنيا والآخرة لنفسك بقتل الأبرياء، بل بثأري من الكفرة. قانون الرحم، تحتكر الدنيا والآخرة لنفسك بقتل الأبرياء. أنا متدين. تؤول الدين حسب مصالحك وأمراض نفسك. عدوت طورك يا ابن الوردي، وهل للشر سوى مسمى واحد؟ لا أجادلك في المسميات والفضائل والحقائق، بل في مقاييسنا المختلفة لمفهوم الخير والشر. ربما يكون كلانا مجنون، نتخاصم على الاختلاف لا غير، كلانا على مدرج متصل بالجنون، وان كنت اصح روحا منك. Thank you.
عنك ما توحيه نوازعك الآن، وتدبر أمرك في هذا المأزق قبل قطع رأسك. تندفع بقوة في ضلالك. لا لا لا، امشي 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 على الجنب، غب عن الدنيا، إياك إياك والشك، فإنه يودي بك إلى الهلاك. إياك والشك فإنه يودي بك إلى الهلاك. أرني الآن قوة عقيدتك. تسقط صور خيباتك علي وعلى الناس. أنا صلب قوي ثابت لا تبدل. لست مثلك أيها الجامد الأزلي، فأنا أعترف لك حكيم وخرافي، عاقل ومجنون، مؤمن ومتشكك، ولست متحجرا، أرتحل بين العالم ولا يقرني قرار. ترى المظلوم ساكتاً والظالم ناطقاً، فما من رجل تجبر أو تكبر إلا لذلة وجدها في نفسه. يا ابن الوردي، أنا لست كما حسبتني بالأمس. أنا الآن أمثل جيلا جديدا، الآن عرفت من تكون. سلوكك هو نفسك، وطلعت تفكيرك باتجاه ضميرك نحو الشر. هل حقا تعرفت علي؟ ملا علاوي، ملا علاوي، ملا رزوقي. لك تبقى ملا علاوي ولو تدثرت بألف دكار. ملا علاوي، ملا رزوقي، ملا علاوي، ملا رزوقي، ملا علاوي، ملا رزوقي، ملا علاوي. حذرته من الهرب ولكنه لم يتعب. ما
شتى. فضائع التاريخ، الانتصارات، شرف الامه، حروب مجيده، قوات خالدون، جماجم، خونه اراذل، رعاة نفايه. المدرسه، الاناشيد، المعلم وهو يقتلع خصلات الشعر من راسك، قساوه الشارع، القاده، الهتافات، عين على الرغيف وعين على هراوة الشرطي. أوغاد، أوغاد بلا كرامة، بلا أصل، أين شجرة الأحساب؟ أين الثرى من الثريا؟ ارحمهم، ارحمهم، اغفر لهم ما يفعلون. جاءوا إلى العالم اليتامى، مات عائلهم الوحيد كناسا او حمالا او جنديا ضايعا. سحقا لهم، اللعنه على كل اشعث اخضر ذي طمرين. لا يومه له، لا يومه له، لا يومه له. الذين اذا استؤذنوا على الامراء لم يقتل لهم، واذا خطبوا النساء ضرب، واذا تظاهروا سجن احرقوا. فمن ينصر لأقوالهم، لجوعهم، لأطفالهم؟ مأواهم جهنم، مأواهم جهنم، مأواهم جهنم. مشردون، مشردون، بيوتهم علب الصفيح، بيوتهم علب الصفيح. يتكورون، يتكورون جماعات بين الساحات والحفر والخنادق، يدافعون عن مجد الوطن. عن مجد الجلاوزة في أمثالك، أنت نفسك ضحية هذه القيم الجنائزية. أعطف عليك يا موسوس، عد إلى كتاب ذم الوسوس للمقدسي، تعلم منه، فإنكما انحدرتما من القرن السادس الهجري. لا 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 لا، لا شأن لي بالوسوسة، لا شأن لي بالوسوسة، أنا المتكامل. ستلاحقك عقدة الكمال والاكتسال. لا 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 لا، كن طعاما لهذا البرميل، كن طعاما لهذا البرميل. لن يدري احد بمحرقة الصغيرة هنا. انا اسيرك الان، شكلك، معتقداتك، كلها أشياء تستفزني، تجعلني أرتجف. دافع الجريمة القهري، هذا ما أسميه لمرضه الشنيع. سأقبض على روحك. لذة بائسة،
بحرقك يخلو العالم من العيوب. بالحوار يكون العالم أقل عيوب. فيلم سينمائي بعنوان مخاض شعب.
يكون يقول على الرغم إلى عدد من الشروط الأكاديمية والعلمية لذلك، ولكن مع فيلم مخاض شعب وهو باكورة إنتاج شركة سولي فيلم سينمائية حقيقية في كردستان، وباكورة إنتاجها كان فيلم مخاض شعب. مخاض شعب عن رواية الأديب الكردي الرائد إبراهيم أحمد وإخراج جميل روستمي. الرواية سبق وأن ألهمت رغبة عدد من المخرجين الأكراد في أفلامتها، إلا أن الظروف السياسية والاجتماعية التي مرت بها كردستان لم توفر لهم فرصة. أخذت حقها في الإنتاج له وغربه، تصاحبهم في العزف فرقة المدى الموسيقية بقيادة المايسترو باسم مطلب. المشاركون في هذا الحفل: المطرب وحيد علي صاحب الصوت الدافئ الذي حصل عام 86 على أفضل مطرب، وحصل على أفضل أداء وأفضل نص غنائي عام 88 عن أغنية ردتك بستجي، ألحان كريم هميم، كلمات كاظم إسماعيل القاطع. النجم الآخر كريم الرسام، الصوت الذي يذكرنا بأصالة الأغنية السبعينية، والذي يجيد أداءها بشكل يذكرنا بتلك الأغنية. لحن له باسم مطلب قصيدة الجواهري، وحصل على المركز الأول في برنامج الأغاني في الحرة. النجم الثالث هو نجاح عبد الغفور، نجاح عبد الغفور الذي لحن للكثير من الفنانين أمثال حميد منصور ورياض أحمد وفاضل عواد وصلاح عبد الغفور وغيرهم من الفنانين، وشارك في الكثير من المهرجانات خارج العراق وداخله، ويعد من أفضل عازفي القانون عندنا. فأهلا وسهلا بكم ثانية، وأنتم تتواصلون معنا مع هذه الفقرة الغنائية الجميلة. مقالوا نهوان سول Thank you.
عراقاني عراقاني ما عندي هوية ولا اسم ثاني عراقاني عراقاني ما عندي ما عندي هوية ولا اسم ثاني عراقاني عراقاني اسمي بكل حروفه منور التاريخ ومن بدء الخليقة كتب عنوان عراقان عراقاني عراقاني وياه الما أكل من خير بستان عراقاني 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 وساكت والقلب مليان بالحسرات ولف كلمة عتاب بطارف لساني عراقاني 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 ما عندي هوية ولا اسم ثاني عراقاني فريد عود يا الشاتي لي العودين خبر يا ولي لا موجود لا ينشر وينباع لا منا لا منا دود يا شاتي العودين خبر يا ولي لا موجود لا ينشر وينباع لا منا لا منا يا دنيا كفر الوكيد حمل عشيق نورود يا دنيا كفر الوكيد حمل عشيق نورود يلشاتي للعودين خبر فريد عود يلشاتي للعودين خبر فريد عود وين الصفقة؟ سير علينا الهوى وجف البقايا الشوق 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 او كلمة هلا ومرحبا او بس الحبيبي تلوق 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 اخ سير علينا الهوى او جف البقايا الشوق 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 او كلمة هلا ومرحبا او بس الحبيبي تلوق 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 آوي يا طعام ذاك الأنيس أو لا لو يا خيط الشميس أخي يا طعام ذاك الأنيس
وحمل عشيقنا ورود. اه يا دنيا كبر الوكيل حمل عشيقنا ورود. يا الشاتي للعودين خضر فريد عود. يا الشاتي للعودين خضر فريد عود. يا ويلي يا ويلي وانصار انجدك عن عزيز قلب وانصار وما ما تدري عليه اش كثر وانصار انا لولي بالعشير ربع انا لولي بالعشير اخوان
وانصار عيل كان الدعوة وياك بيه. يا ابو المطبق ديد قلو زيد الون على المحبوب الغالي اللي رايح منه. يا ابو المطبق ديد قلو زيد الون على المحبوب الغالي اللي رايح منه. سمعني تشوب ونايل باكر حبيبي شايل. سمعني تشوب ونايل باكر حبيبي شايل. يمتى الزمان يعودي له ويجي معنا. يمتى الزمان يعودي له ويجي معنا. يا ابو المطبق يددق له وزيد الون. يا ابو المطبق يددق له وزيد الون على المحبوب الغالي اللي رايح منا. سمعني تشوب ونايل باكر حبيبي شايل. معني تشوب ونايل باكر حبيبي شايل. يمتى الزمان يعودي له ويجي معنا. يمتى الزمان يعودي له ويجي معنا. معني تشوبي يوم المطبق يوم اللي راح هواي. تعبت عيوني وظلمة صارت دنيا. يا ابو المطبق يوم اللي راح هواي. تعبت عيوني وظلمة صارت دنيا. ما ارضى يبعد عني بفراقة زايد وني. ما ارضى يبعد عني بفراقة زايد وني. يمتى الزمان يعودي له ويجي معنا. يمتى العراق يعودي له ويجي معنا. يا ابو المطبق تدق له وزيد الون على المحبوب الغالي اللي رايح منا. يا ابو المطبق تدق له وزيد الون على المحبوب الغالي اللي رايح منا. سمعني تشوب ونايل باكر حبيبي شايل. سمعني تشوب ونايل باكر حبيبي شايل. يمتى الزمان يعودي له ويجي معنا. يمتى الزمان يعودي لي ويجي معنا. شكرا. شكرا لمؤسسة المدى. شكرا جزيلا. شكرا للمؤسسة العظيمة. شكرا. نجوم بعد يعني اكو نجوم وحيد علي ونجاح عبد الغفور ان شاء الله موجودين. وان شاء الله العراق بخير بخير ان شاء الله. جمهورنا العزيز، الآن مع صوت عراقي آخر يحمل نكهة بغداد ونكهة كردستان، إنه الفنان نجاح عبد الغفور الذي أسس فرقة ناظم الغزال الغنائية عام 86. سيغني لكم نجاح عبد الغفور بعضا من الأغاني التراثية، ويغني أيضا أغنية كردية. شكرا. Thank you.
بالبداية طبعاً أشكر مؤسسة المدى اللي وجهت لي هذه الدعوة الكبيرة للحضور في هذا المهرجان الجميل، وأتمنى من هذه المؤسسة إن شاء الله التقدم والازدهار خدمة للحركة الفنية في عراقنا الحبيب. عيرتني بالشيب عيرتني بالشيب بالشيب وهو وقار ليتها عيرت بما هو عار عيرتني بالشيء وهو وقار ليتها عيرت بما هو عار إن تكن شابت الذوائب مني فالليالي تزين والأقمار تزينها الأقمار ليلا 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 دموعي بيوم فقد الولف ليلا وردت عيني يمرها النوم ولو ردت عيني يمرها النوم ليلا 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 تعيرني عجب بالشيب يا يابا تعيرني عجب بالشيب ليلا دموع بيوم فقد الولف ليلا وردت عيني يمرها النوم يا يابا ليلا ليلا وخير اثنين نشيب وخير اثنين نشيب سيوي ميحنا 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 غاب الشمس الحلو ما جانا غابت شمس الحلم أنا حيك بابا حيك ألف رحمة لبيك هذول العذبوني هذول المرمرو وعلى جسر المسيب سيبوني على جسر المسيب سيبوني يلا وين صفقة أقوى 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 عافى
عفت عيوني النوم، عفت عيوني النوم، بعدك حبيبي عيوني سهرانة، بعدك حبيبي شفوني ذولانة، لوح القدر مكتوب، لوح القدر مكتوب، هجرك نصيبي وروحي ضمانة، هجرك نصيبي وروحي ضمانة. حيك حيك بابا حيك، ألف رحمة لبيك، هذول العذبوني، هذول المرموروني، وعلى جسر المسيب سيبوني، على جسر المسيب سيب. يلا وين صقوح؟ سهران ظليت انا سهران، ورع نجومي ليش فجانا، ورع نجومي شلون ينسانا، واتسمر ويا الليل، واتسمر ويا الليل، واجمع هموم الحلو خلانا، واجمع هموم الحلو خلانا. حيك حيك بابا حيك، ألف رحمة لبيك، هذول العذبوني، هذول المرمروني، وعلى جسر المسيب سيبوني، على جسر المسيب سيبوني. هسا عندنا أغنية دبكة كردية، أغنية كردية، الله كلكم لازم تشاركون. يلا اريد الصفقه، صفقه يوم فرح، فصفقه عاليه، اريد صفقه قويه قويه. يلا ها هيك، يلا يلا. فزق ملام ديني يا خويا انا دافم، وي وي دارج واندي دم زارات، ام بخوم يمكن فرفران يمكن، وي وي زارج يا اندي دم زارات. فزق ملام ديني يا خويا انا دافم، وي وي زارج يا اندي دم زارات، ام بخوم فرفران يمكن، وي وي زارق يا اندي دم زارق. اقوى اقوى فزق ملام دنيا يا لا دافم، وي وي زارق يا اندي دم زارق، قم بقوم يمكن بربران يمكن، وي وي زارق يا اندي دم زارق. يلا
يلا يلا يلا هلا اقوى 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 سرق سران مريق حياتم وي وي زرق يندي دم سارا ملامين يا خويا نادابم وي وي زرق يندي دم سارا ام بخوم ممكن بروان ممكن وي وي زرق يندي دم سارا ملامين يا خويا نادابم وي 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 زارك يا عندي دم زارك شكرا 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 سوي لي شارة فدوة سوي لي شارة قلبي مظلوم مظلوم قلبي مظلوم محروم قلبي محروم محروم قلبي مظلوم نار الزمان ونار والله لا تعنى دار نار الزمان ونار والله لا تعنى دار ذوبي يا روحي ذوبي دمعة تحرق الثوبي ذوبي يا روحي ذوبي دمعة تحرق الثوبي كل ون من محبوبي قلبي مظلوم مظلوم كل ون من محبوبي قلبي مظلوم ونار الزمان ونار والله لا تعنى دار نار الزمان ونار والله لا تعنى دارا ايوه طب انت واهل ظلمتوني أصعب ظرف عفتوني أنت وهلي ظلمتوني أصعب ظرف عفتوني الله لي عين عيوني قلبي مظلوم مظلوم الله لي عين عيوني قلبي محروم ونار الزمان ونار والله لا تعنى دار نار الزمان ونار والله لا تعنى دار فدوى سوي لي شارة معود سوي لي شارة قلبي مظلوم مظلوم قلبي مظلوم مظلوم من تسالي من تسالي أي من تسالي
من تسالي صلت خدي دمعتي من تسالي وعليك الراس شيب يا ويلا من تسالي عليك الراس شياب ومن تسالي ايش عجب لسه يا قلبي يا ويلا ايش عجب لسه يا قلبي ومن تسالي من تسالي نسوك اهجع علي ايش تلوم بي بويا هنا عالغالي ما نمت ليالي بويا هنا بفراقه شلون نهدم حيل ليالي منامي حيفون دامي ليالي منامي حيفون دامي بويا هنا يا يمه صابر على دنياي ويهنا أبعد علي ويهنا كل همي دي ويهنا أبعد علي ويهنا كل همي دي ليالي منامي حيفون دامي ليالي منامي حيفون دامي ويهنا يا يما صابر على دنيا ويهنا مكتوب لي ويهنا تحمل أذية ويهنا مكتوب لي ويهنا تحمل أذية ليالي منامي حيفوني دامي ليالي منامي حيفوني دامي ويا هنا يا يما صابر علي يا دنيا شكرا 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 أيها الحضور الكريم، هنالك فقرتان، الأولى موسيقية والثانية غنائية، تقدمان يوم غد. ستشارك فرقة منير بشير بفعالياتها، وبعدها سيقدم الفنان العراقي الكبير حسين نعمة حفلا غنائيا على هذه القاعة، لذلك نرجو الانتباه. شكرا. سحبت
السحبة اليومية للمهرجان، وهي هدايا مقدمة من السوق الحرة ومن بنك الشمال. ونود أن نذكر أنه ستجري السحبة الكبرى نهاية المهرجان على سيارة مقدمة من شركة كوريك للاتصالات. نجري السحبة على تخم قنفات مقدم من بنك الشمال. تفضل عمو، تفضل عمو. البطاقة رقم 5355. ماكو؟ نسحب آخر. البطاقة رقم 5227. 5227. لا، هاي 5300. وأنا تصفيق. مبروك. حيوا الأخت الفائزة. البطاقة صحيحة، مبروك. دقيقة، الاسم أسيم رياض. يمت العراق يعود لي ويجمعنا، يا ابو المطبق بدقن وزيد الونة، على المحبوب الغالي الرايح منا، يا ابو المطبق بدقن وزيد الونة، على المحبوب الغالي الرايح منا، سمعني تشوب ونايل باكر حبيبي شايل. الفائزة الأخت أسير رياض عبد الرحمن. نجري السحبة على ساعة مقدمة من السوق الحرة. البطاقة رقم 4105. 4105. تصفيق. تفضل أخي. يمت الزمان يعود لي ويجمعنا. أربعة آلاف ومية وخمسة. البطاقة صحيحة، الاسم الكريم. تفضل اخي، مبروك. حيول الاخ حاتم عوده الفائز بالساعه. نجري السحبه على الجائزه الثالثه، الرقم 5229، يعني فرق رقمين على التي سبقه. الاسم الكريم حيدر دحام لازم. مبروك للأخ حيدر دحام لازم، فاز بكاميرا، فحيوه.
أيضا هناك سحبة الآن نجريها بمناسبة حضوركم فيلم مخاط شعب وهي ساعة. يلا جرها عمو. البطاقة رقم 4823. 4823. نسحب رقم آخر. أجا. تفضل عمو. صفقوا له. هذا 4843. الرقم مو صحيح استاذ. انطي جائزة. انطي جائزة. صفقوا له هدية من استاذ فخري كريم للاخ. شو اسمك؟ صفقوا للأخ أحمد حسين، حصل على جائزة من الأستاذ فخري كريم رئيس المؤسسة. نجري السحبة على جائزة الفيلم. اي رقم جيب، لا تبا لا تقل لا تبوا على الارقام، اي رقم جيبه. الرقم 5233. مبروك. صفقوا له الاخ. لا اي صح مضبوط مضبوط. 5233. شو اسمك؟ خالد. فاهم. خالد فاهم. فاهم. مبروك للأخ خالد فاهم، فاز بجائزة فيلم مخاص شعب ساعة مقدمة من الأسواق الحرة. خلاص شكرا جزيلا.